دواوير معزوله فوق ويرغان ايجو كاكو ثلاثة يعقوب كتعيش مخاطر حقيقيه، خصوصا ان عمليه الردم تمت بطريقه عشوائيه والمئات تقصوا من الدعم، واليوم يعني المخاطر راها كتزيد تفاقم، وحتى كاين فيهم اللي تعرض لعمليه نصب من طرف دخلاء. السيده الوزيره شكرا. شكرا السيده النائبه. هل هناك تعقيب اضافي؟ تفضلي السيده النائبه. شكرا السيده الرئيسه. 9 شهور مرت على زلزال الحوز ولحد الان ما كاين والو. التعليمات ديال جلاله الملك باعطاء الاولويه القصوى فينا هي؟ الان الناس اليوم الناس عايشين تحت الخيام، تحت البرد والشتاء والحراره. اين هو الانصات لحاجيات السكان؟ اين هو احترام الخصوصيات المعماريه والثقافيه للمنطقه المناطق المتضرره؟ وانتم عاتين تصاميم اعاده البناء ب 70 متر مربع، ما كافي يطل رب الاسره، خليه الا عنده ابناء مزوجين وساكنين معاه ولا ورثه مشتركين في نفس السكن. شي عطيته يبني باللوح، شي بالبريك، شي بالحجر. شكرا. شكرا السيده النائبه. هل هناك تعقيب؟ تفضل السيد الرئيس. ديرا الحقيقه احنا بغينا نوهو بالمجهود غير مسبوق اللي تديروا الحكومه في مواجهه تداعيات الزلزال اللي ضرب المملكه تحت التعليمات الساميه لصاحب الجلاله. غير مليار و135 مليون ديال الدرهم اللي تعطات للسكن اللي طاح كامل، ومليار و45 مليون درهم اللي تعطات للسكن اللي طاح جزئيا، راه ماشي والو. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد. شكرا السيده الرئيسه والسيدات والساده النواب. انا اللي بغيت نقول فقط ما يمكنناش اليوم نقولوا الناس عايشين في الخيام بحال حنا كوزراء ما واعيينش ولا ما تنعرفوش هذه المناطق ولا ما كبرناش فيها ولا ما مشيناش فيها في لحظه الزلزال. ولكن صاحب الجلاله مباشره بعد الزلزال اللي هو قدر الله عطى التوجيهات والتعليمات ديالو، وتعطى لكل اسره 2500 درهم شهريا. من حق هذه الاسره اما تمشي تكري، والكرا موجود، انا راه بنت المنطقه، الكرا موجود، اما تكري اما تبقى في عين المكان. الا بقات في عين المكان الخيام خيام، حنا ما تنتحكموا في الطقس، هي تنحاولوا نسهلوا المواطنات والمواطنين ظروف العيش في واحد الفتره اللي هي صعيبه. فلذلك انا تعتبر بان المغرب الحمد لله ناجح في هذه العمليه، وكونوا على يقين بان جاونا خبراء من العالم كامل وتيتفاجئوا بالطريقه باش دبرات. فيما يخص الالتقائيه، كاين اجتماع كل شهر تحت رئاسه السيد رئيس الحكومه، وتنشتغلوا كلنا اليد في اليد، وخاصه وزاره التجهيز اللي دارت واحد المجهود جبار. الاشكاليه اللي كاينه اليوم شنو هي؟ هي ما كاينش الموارد البشريه باش نعاودوا نبنيو، هذا الشيء علاش تعطل شويه البني. ولكن فاش تتشوفوا الارقام اللي تنعطيكم، 53000 توصلنا بها، 51000 شدات الترخيص. واش حنا هاد الناس؟